السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الصحة وجمال، وخاصة برنامج منا والناس. النهاردة فقرتنا، هقول حلقتنا، حلقة هتكون إن شاء الله غير عادية، جميلة بإذن الله، متألقة بضيفنا النهاردة الشيف الجميل، الشيف صاحب الضمير والمبدأ، الشيف خالد رضوان. نورتيني شيف خالد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منور قناة الصحة وجمال، ومنور خاصة برنامج منا والناس. منور حضرتك. سالي مش محتاجة تنوير، لأن الشيف ساري خلاص بقيت شيف النهارده مع الشيف خالد حضرتك. سالي حضرتك منوراني النهارده. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. حلقتنا النهارده مختلفه شويه، هنتكلم برضو عن الاحلام مع الاكل، يعني وايه علاقه الاكل مع الاحلام؟ ما ندبهاش على الاكل عشان نحلم احلام حقيقيه ولا لا؟ طبعا. واحنا طبعا الشيف النهارده طبعا هو هيتكلم ويقول النهارده هو محضر لنا حاجات جميله قوي قوي ومفاجات جميله، بس مش عارفه هل من ضمن الدايت ولا لا. فشيفنا الجميل يتفضل يقول حضرته النهارده معانا ان شاء الله. احنا عاملين حاجات سهله وبسيطه ومتناول لاي حد. هو هنعمل كبده اسكندراني سهله. تمام هنبدا بالكبده، هنعمل فراخ بنيه، وهنعمل نجريسكو، وسلطه توميه، وسلطه طحينه. يبقى معانا مكرونه نجريسكو، ومعانا كبده اسكندراني، ومعانا توميه فراخ بنيه كتير قوي ما تعرفش، وفراخ بنيه وشاورما لحم. وشاورما ما شاء الله النهارده وجبه دسمه يا جماعه. الشيف طبعا شيفنا هيبدا على طول معانا، واحنا شغالين طبعا هنشوفه. طبعا المقادير هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي. سالي وانت واقفه ليه؟ انا قلت ارقص اي حاجه انت. بس عايز اسالك سؤال بقى، بما ان هو الشيف بيعمل دلوقتي الاكل، لو انا تقل على الاكل بالليل احلم بكوابيس؟ والله انا بحلم. هو بصي، هو مش موضوع بقى تتقلي او تخففي، الحاله النفسيه اهم حاجه، الحاله النفسيه. طيب بالنسبه للكبده، طب ناخد اتصال اللي معانا يا منى. طب اتفضل. هبه مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا دكتوره هبه، ازيك يا دكتوره منى، عامله ايه؟ اهلا بك يا هبه، ازيك يا حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله والله. بس حضرتك انا عندي من يومين عايزه افسرها. طب ناخد واحد، اتفضلي. ماشي. انا حضرتك شفتي واحده اسمها نجوى، كانت مرات اخو طليق. اسمها ايه؟ نجوى. تمام. فهي بتقول لي ان طريق عايزني. فانا كنت في اوضه مقفوله خالص. فانا رحت فلقيت طريقي ده في الحمام وفتح الدش عليه. وكان عريان من فوق. ولقيتها فتح الاوضه بتاعته بتاعت النوم وهي عماله تسرق منه حاجات، تسرق منه روج واللاينه. وتزوق عينيها وبتحط روج. وانا واقفه على باب الحمام عماله ابص عليه، فانا عماله ابص عليها من ظهري وعايزه اقول له، وفي نفس الوقت مش عارفه امنعها ان هي تاخد منه حاجه يعني. وكيف المنام على كده؟ طيب حاضر، نكتفي بده طبعا النهارده. طبعا احنا امبارح كنا يا سالي ما كنتش انت موجوده معايا، كنا طبعا عاملين حلقه للاحلام، قلنا النهارده عشان النهارده نبدا ان احنا نتكلم في موضوع الاكل، وطبعا في ظل التلوث اللي احنا فيه الحاجات دي. طبعا الشيف خالد هيعرفنا دلوقتي حاجات كتيره جدا، منها طبعا النظافه، عشان دي كان اهم حلقتنا النهارده. بس النهارده ناس كتير لما عرفوا وشيرت على الصفحه عندي ان في النهارده منا والناس، ناس كتير قالت لي استقبلوا تليفونات عشان خاطر عايزين نفسر. هنستقبل بس مش هنستقبل كتير قوي يعني، لكن احنا هنستقبل. لكن بس عشان عايزه اتكلم على موضوع النهارده الاكل ده، وحتى في الاحلام في ايه، وبرده عايز الناس عايزاها تشوف الكبده الاسكندرانيه بتتعمل ازاي. انت ما قلت يعني، يا ريت يعني تفكر الساده المشاهدين دلوقتي حضرتك عملت ايه بالظبط. حطينا طاسه فيها ماده دهنيه، وبعد كده لازم نسخن الطاسه قوي عشان الكبده تاخد صدمه، وبعد كده نديها الثوم. اول ما الثوم يخش في سوا كده يتحمر، ننزل عليه بالفلفل، فلفل روم وفلفل حامي، وبعد كده ننزل بالكبده. ما تحطش ميه عليها خالص بعد كده؟ لا لا لا، وبعد كده التوابل ملح وفلفل اسود وسن الكزبره وكمون. طيب بالنسبه، ارجع بقى بسرعه للحلم بتاع هبه يا سالي، اللي هو بتاع النجوى والمكياج والحاجات دي كلها، وانت شفتها بتعمل حاجات مش كويسه مش مظبوطه. فانا عايزه اقول لك ان انت في واحده ست بترسم عليكي في كلامها، في شخصيتها، في رسمه بترسم عليكي يعني بتكذب عليكي، وانت ربنا يبعت لك رسائل وتنبيهات منها، بس انت مش عايزه تاخدي منها، مش عايزه تاخدي منها حذرك، ربما تكون هي عايزاه عليكي. لكن ناخد الحذر يا جماعه من اي حد احنا شاكين فيه في اي حاجه، علشان بس ما نخسرش يعني، ناخد الحذر عشان ما نخسرش الاشخاص اللي هم بيكونوا عزاز علينا. شكرا لك جدا. معانا اتصال تاني، اتفضل. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، ممكن اكلم دكتوره منى؟ دكتوره منى مع حاجه، اتفضلي. اتفضلي يا ام سالم. طيب انا بس كنت عايزه افسر حلمي، ممكن؟ طب ناخد بس حلم واحد، اتفضلي. طب اوكي، اتفضلي. خلاص
هو انا اول حاجه انا كنت حالمه ان انا لابسه فستان فرح. اه هو من فوق مظبوط عليا. اه بس من تحت مرفوع بين رجلي. وقعدت ادور على حاجه البسها عشان ادير رجلي. رحت ما لقيتش غير بس اللي هو الشراب الكولون دوت اسود. فبس كان في مكان انا كنت لابساه كان في حاجات كده مكان انا كنت لابساه يعني في الاول بتاعي. فانا لبسته تحت الفستان دوت وايه هو كان لونه اسود. اه وقلت مش مهم يعني لونه اهم حاجه ان انا داري رجلي. تمام. هو خلص الحلم على ذلك. طيب حاضر شكرا ليكي جدا. شراب اسود تحت تحت فستان قصير هو بيدل على ان انت محتاجه ان انت اي فلوس تكون معاكي يبقى فيها حفاظ شويه تحافظي عليها علشان بيمر عليكي ظروف صعبه قوي فما بتلاقيش وانت ربما ان تكون في بعض الخطوات انت محتاجه تسعي فيها اكتر الايام دي عشان تدبري حالك اكتر. والله اعلم شكرا ليكي جدا. نوقف بقى الاتصالات شويه. سالي انا شايفه ان انت زعلانه من الشيف مش راضيه تعملي معايا. انا عايزه اقول معايا بس انا عايزه اتعلم وعايزه اساعدك واقلب معاك يعني تسمح لي. طيب عزمتي النهارده على غدا يا منى. هنصل المكرونه بتتعمل بشريط او سوسته او سباجيتي حسب الطلب حسب الرغبه بس الافضل الافضل لما عايزين الكبده. طيب يقول لي المقادير بتاعه الكبده عشان ممكن مقادير تاني بعد اذنك. مقادير نزلت اهي. طيب مكتوب على الهواء. مقادير الكبده الاسكندراني يا جماعه على الهواء اهو. في كمون بيتحط عليها. انا اول مره اعرف ان بيتحط عليها كمون. دايما بحط عليها الفلفل الاسود. ما هو فلفل اسود وكمون. ما بيتحطش عليها توم خالص؟ لا توم في الاول لازم في الاول بس ما ينفعش في الاخر صح؟ لا. المكرونه النجرسكو يا شيفنا انا عارفه ان هي بتزود الوزن قوي صح؟ طبعا عشان دسمه. وبالنسبه للكبده يا منى ما بتزودش الوزن؟ لا بالنسبه الحاجه اللي احنا هناكلها نحاول نخلي الشيف يخفف لنا فيها شويه الحاجه اللي تزود عشان احنا ناكلها بعد الهواء. عايزه اعرف هل المكرونه يا شيفنا فيها فايده يعني فيها فيتامين عالي للجسم وكده ولا هي كلها نشويات بتزود بس؟ لا هي فيها فراخ طبعا وفيها فلفل الوان وفيها جبن وفيها حاجات كويسه مفيده طبعا. وبتعمل البشاميل بتاعها لازم زبده صفراء ودقيق. الزبده الصفراء لازم تبقى بدقيق كده واخد بالك ولبن ده كده شبه البشاميل. ما هو بشاميل اللي بتاخد بشاميل. طريقه البشاميل ايه ده بجد؟ ايه ده ما شاء الله انت عارفه. وقفتي مش سهله على فكره. نسلق المكرونه يعني فيها نفس المقادير بتاعه البشاميل. نفس المقادير بتاع المكرونه البشاميل ولكن بيختلف في دي فراخ ودي كانت لحم. يعني نجرسكو فراخ بتاخد جبن مشكله. طب ايه اللي خلاها تسمى دي نجرسكو ودي بشاميل مكرونه بالبشاميل؟ طب ما يبقى اسم واحد وخلاص. لا ما عشان بتختلف في اصناف كتير. دي بتاخد فلفل شرايح وبتاخد فراخ بدل اللحمه. وجبن. شيدر على موزاريلا. وممكن تحط برمزيان ممكن تحط جبنه رومي حسب الطلب يعني. يعني موزاريلا مش تكفي عن اي جبن ثانيه؟ لا ما لازم جبنه مشكله عشان تدي تيست كويس وطعمه كويس. طب انا خايفه اشوف الكبده تتحرق مني. انت فعلا كنت رايحه انك تحرقيها اصلا. برضه هتتاكل يا منى. يا خلاص كده استوت. احنا شايفين الطماطم معانا طماطم معانا فلفل ومعانا خيار ومعانا بصل ومعانا فراوله معانا حاجات كتيره جميله جدا. ده عشان اتبل الشاورما في اللحمه بعد كده. شاورما في اللحمه حاجه جميله. لحمه كندوز. بنقطعها نجيبها شرايح وبنقطعها منسيه كده. وبعد كده بتتغسل بالملح وخل. وبعد كده بتتصفى وبعد كده بنبعن لها الخلطه بتاعتها بصل مبشور او مضروب في الخلاط مع فلفل مع طماطم. ونحط عليها الملح والفلفل وعباره عن بهارات مخلطه عباره عن جوز الطيب وزعتر. هي موجوده معانا على الشاشه يا جماعه. طريقتها موجوده يا شيخ. المقادير بتاعتنا على الشاشه وكده وشيفنا بيعملها لنا برضو. طب ايه رايك ناخد الاتصال ومعانا الطريقه على الشاشه؟ اتفضلي معانا هبه. مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا هبه اتفضلي. ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتوره منى؟ دكتوره منى معاكي اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا هبه. اهلا بحضرتك. لو سمحت معايا حلم والدتي متوفيه. انا كنت قلت مره بس ما لحقتش سمعت التفسير معلش. اتفضلي. والدتي متوفيه فكانت مرات اخويا حلمت ان هي كانها قاعده معاهم كده بس بتقول لابسه جلابيه جديده مش كانت من اللي عندها يعني وجميله كده كلها ورد وكده. وقاعده تتكلم معاهم. فبعدين ادتهم بلح رطب ياكلوا منه. وبعدين ادت لمرات اخويا دوت زي ما يكون نص كيس او كيس. المهم ادتها ليها هي وبعدين رجعت خدت منها ثلاث بلحات عانتهم في جيبها.
فمرات اخويا بتهزر، تقول لها ما انت اللي مديهولنا، انت رجعت سمعت فيه وكده بهزار. فبعدين بتقول لي راحت والدتي بصت لاختي وبتقول لها هو انت مستخسره فيا ال 50 جنيه بتاعتك بس هعطيك المقادير بس. فكانت هتطلع فلوس تجيب لها، فاكره هي ان هي اللي عايزه تاكل وكده. قالت لها لا انا عايزه اوديهم لبنت، وديهم لاميره بنت اختي، تودي لها كراتيهات وشفتات وكده. فانا حاسه لو سمحت اللي هي اللي هي عايزه بتقول لها مستخسره فيا ال 50 جنيه والحته دي وكده. ال 50 جنيه اللي انت خدتيها يعني؟ لا هي بتقول لاختي انت مستخسره فيها ال 50 جنيه بتاعت الكراتيه. فمرات اخويا عايزه تطلع تجيب لها، فبتقول فهمت من حلم يعني ان هي مش عايزه ليها، ان هي عايزه تبعت حاجات لبنت اختي يعني كراتيهات وشفتات. حاضر حاضر حاضر، شكرا لاتصالك يا هبة، ودكتوره منى هترد عليكي حالا. حاضر. بصي هو كل ما في الموضوع ان احنا مش عايزين يبقى في تسليه على حساب حد، حد يتسلى على حساب حد خالص. الميت نترحم عليه، لو كان في اي مشاكل بيننا وبين الميت اللي توفى في عيلتنا في اي حاجه ما نذكروش غير بكل خير. هو طالب مننا كده ال 50 والحاجات اللي انت بتحكيها فهو بيدل على كلام ملوش لازمه وكلام بيضيع وقت، مضيعه للوقت. فاحنا عايزاك تبعدي عن كل المواضيع دي، وربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين. ممكن تعملي ايه؟ خليكي في الاحلام يا منى، سيبينا نتعلم. لا ده انا شايفه ان انت نازله على الطحينه. ايه طب معلش يا ريت تقول برده مكونات الطحينه للساده المشاهدين. على معاها برده على الشاشه. نقدر نعملها تاني. هي دي بتخفف الطحينه. مقدار طحينه، مقدارين ميه سخنه، لازم سخنه، ميه سخنه. ليه بقى لازم ميه سخنه؟ عشان بتطلعها كويسه معاكي وبتخليها بيضة وبتخليها ترمي كميه اكبر. تمام. زيت زيتون ما بيغيرش طعم الاكل. زيت الزيتون بنزود بنكتر في الطحينه يا جماعه وبنخففها. لازم ميه سخنه عشان تعمل معاكي كميه كبيره. طب طعمها يا شيف بيتغير ولا بيبقى زي ما هو الطعم بتاعها موجود؟ لا طعم طبعا موجود. ده بالاضافه كمان في زيت زيتون يعني بيبقى فيها فايده اكتر. تدوقي الكبده اللي عملتها؟ خلاص قلت لي الغدا لحد عندي. مش عايزه اقول لك الكبده حلوه. الغدا انا عايز اسالك بقى على الزبادي، في ناس بتحط عليها دقيق. لا الدقيق ده اللي هو بيغشها عاوز يزودها عاوز بتاع، انما الطحينه الصح ان هو ياخد زبادي. زبادي؟ ده تيست اعلى وطعم كويس. طيب شفنا سؤال اساله لحضرتك، الزبده او السمنه او الزيت ايه الحاجه الصحيه؟ وهل بتبقى على حسب العمر او السن للانسان ان هو ياكل الحاجه دي او ما ياكلهاش؟ يعني بتختلف مع سن مع الاعمار؟ طبعا. يعني ممكن مثلا الزيت يتاكل لحد عمر كام؟ السمنه مفتوحه معانا لحد كام؟ الزبده الصفراء لحد كام؟ السمن البلدي، هل السمن البلدي برضو خفيف اكتر من السمنه العاديه والزيت؟ طبعا ملوش بديل بصراحه. يعني حاجه احسن من السمنه العاديه اللي بتتباع في السوبر ماركت جاهزه؟ طبعا طبعا. وعلى فكره سمعت ان هو ما بيتخنش منها ولا بيتخن؟ لا 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 ما بتكثرش منها وتبقى حلوه كويسه جدا ومفيده وصحيه. يعني الناس اللي عندهم كوليسترول عادي عالي، اللي عندهم بيعانوا من السمنه المفرطه، ياخدوا سمنه بلدي ولا سمنه بتبقى من الحاجات المسبكه؟ انما الحاجات اللي هي ني في ني تبقى افضل. انا سمعتها السمن البلدي ما بيزودش الوزن على فكره. فعلا في ناس كتير بتقول كده. لا 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 هو بس اللي بيزود اللي هو الحاجات الصناعيه كلها هي اللي بتزود الوزن. لانها حاجات مش مظبوطه. طب الطحينه شفنا وانت حضرتك بتعملها بقى كده بتزود الوزن؟ لا هدوقها لك والله، بس هعملها وادوقها لك تلاقيش. عايزه فعلا. طيب بالنسبه نرجع للكبده تاني يا جماعه، الكبده اللي احنا طبعا احنا متعودين في الكبده ان احنا بنعمل الحته اللي هي اسمها الخضه دي ولا اسمها ايه اللي شوف اول ما حطها الصدمه بتاعتها. ده الصدمه عشان ايه؟ تبقى شويه هتتخبط. طب معانا اتصال ناخده واحنا بنعمل الاكل. معلش يا شفنا اتفضلي. معانا ايما. مساء الخير يا ايما. عليكم. عليكم السلام يا ايما. الله اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره منى؟ دكتوره منى معاكي اتفضلي. ايوه دكتوره منى اهلا بيكي اتفضلي. انا بحبك قوي والله، ربنا يجزيك خير على كل حاجه بتقدميها لنا. اللهم امين يا رب العالمين. وانا كمان بحبك يا حبيبتي، ربنا يصلح لك حالك. يعني يا حلم الشجر شفت علي انا وفي التليفون يعني الايه الشبكه قطعت. معلش الايه؟ معلش هو انا كنت شفت زي ما كنت بفتح في القران يعني. ان انت بتقري القران حضرتك سامعاني؟ لا علي صوتك شويه معلش تاني. اما تقول الله معانا. طيب. ايوه اتفضلي معاكي دكتوره منى اتفضلي. طيب على ما ترجع لنا وصي لي. طب اتحاولي تتصلي بينا تاني يا أمة الله. شكرا لاتصالك. وصي الحاجات ديت عشان يعرف يفضل اوصي له الحاجات ديت. حاضر يا ستي. كلنا بنرجع. ايوه كده. انت النهارده هتخدمي عليها لحد هنا. وانا عايزه اكلك والله. ينفع ادوقها معلقه كبده؟ كبده مش ما كبده اكل الكبده حاف. انا عايزه اكل في عيش. في سندوتشات دلوقتي. سندوتشات. كل حاجه جاهزه.
طيب المكرونه لما بتتصفى الميه بتاعتها كده النشويات بتاعتها كلها بتروح، صح يا شفنا؟ ناكل منها عادي براحتنا للناس اللي بتعمل دايت برضه، لان السؤال ده مهم. ساعة بس لازم تشرب ميه ساقعه وكده ناكل منها عادي؟ يعني واحده مثلا زي سالة خينه جدا مكرونه خالص تجلس مكرونه خالص كده شوف خالد لا المكرونه بتزود طبعا وزن طبعا اكيد مفيش اكله ما بتزودش الوزن. لا سمعت ان المكرونه اخف من الرز بكتير في اللي هي صح كده؟ طب ناخد الاتصال اللي معانا ده. ام حماده مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله. بصي كلهم على احلام على طول. ازيك يا سالي؟ ازيك يا شيفنا؟ منورنا يا شيف خالد. يعني احنا موجودين يا جماعه والله. عارفه ان كلكم بتحبوا منا بس احنا موجودين برضه. الغط علينا سلام. الو. منا كل الناس بتحبها. اتفضلي. اتفضلي معاكي منا. بصي حضرتك انا حامل ماشي؟ ماشي حبيبتي. كنت حلمت ان انا يعني انا ولدت وجبت ولد. وانا واهلي مبسوطين جدا بالولد. بعد كده بصيت لقيت في ناس واقفين تصلي مع بعض صلاه جمعه بس مش في الجامع. بعد كده بصيت لقيت واحده قريبه جوزي جايه تبارك لي في ورد كده صناعي متبعتر على الارض كتير. وانا كنت عايزه الورد ده، بقول لماما لا يا ماما انا عايزاه مش تديه لها. بس وعلى كده خلصت الحلم. طيب هو انت في الشهر كام؟ انا دلوقتي في الرابع. في الرابع، في أي مضاعفات أنت حاسة بيها؟ لا لا يعني الحمل ماشي تمام الحمد لله. طيب أنت المفروض تروحي للدكتورة إمتى أو الدكتور أنت ماشية معاه؟ يعني أنت متابعة معاه؟ هو أنا صراحة مش متابعة مع أي دكتور لأن يعني حملي الحمد لله مش تعبني ولا أي حاجة. نتابع الحمد لله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نتابع. الحلم بتاعك محتاج متابعة ومتابعة قريبة. ايه اللي خلاني بقول لك انت هتروحي للدكتور امتى او هتروحي المتابعه بتاعتك امتى؟ لان مطلوب منك متابعه اليومين دول. روحي وتابعي روحي اطمئني على الميه بتاعتك، اطمئني على كل حاجه حوالين الجايين، شوفي الدنيا بتاعتك فيها ايه وان شاء الله الاول في الاول وفي الاخر فيها خير يا رب. بس انا عايزه متابعه الاسبوع ده كمان لو تعرفي. شكرا ليكي جدا. سالي بتعملي ايه؟ بتفرج وهو بيقلب الطحين. طيب. انت وجعتني على فكره. عايز اسال بقى سؤال سريعا كده. طيب الستات اشطر من الرجاله في الطبخ ولا الرجاله اشطر؟ صراحه بقى كده يا شيف خالد. لا والله مش كله، عشان بس الرجاله واخدين دي مهنه وبيحترفوها فبيطلعوا كل جديد وكل بتاع عندهم، فممكن يتفوقوا في الـ في الـ في الحاجات الحديثه والكلام ده. بس الستات طبعا فيها ستات كتير نفسها كويس جدا. الستات خلاص بتبقى متعوده بقى على التزبيكات والاكل اللي كله شبه بعضه، لكن الشيف بيبدع طبعا. لان بيبقى ده رزقه. ده مصدر رزقه. وبعدين بيحاول يطوره بيحاول يحدث منه. طيب الحاجه اللي عايزه اسال حضرتك عليها يا شيف، الاكل اللي بره طعم قوي غير الاكل اللي احنا بنعمله في البيت، ايه السبب؟ النفس فين؟ شيء طبيعي ان الاكل اللي بره بيتحط بيتخدم كويس. لا مش خدمه، البهارات اللي فيه زياده شويه فبيجي طعمها. توابل ونفس. توابل ونفس، الاكل توابل ونفس. واخد بالك؟ يعني بيختلف من واحد لواحد كمان يعني، واخد بالك؟ وسبحان الله هو بيبقى رزقه فربنا. فربنا كريم. يعني بتعملي الكشري في البيت اللي يعني ماكلوش غيره تماما، والله بتحصل يا سالي غيره تماما. بنبعت نجيب الكشري. بس مش اي حد ياكل من اي حته يعني، واخد بالك؟ دلوقتي الجو بقاش مضمون، مش اي حد ياكل من اي حته. الفيروسات دلوقتي كمان منتشره والامراض منتشره بره دلوقتي يا شيخ كريم. اهم حاجه عندنا في الاكل ده النظافه والكلام ده. وبعدين اللي فيه مطاعم مطبقه الهيجين بتاعها كويس. حاجه صحيه، فطبعا ده ممكن تاكلي منهم وانت ايه مطمنه يعني. انما المطاعم اللي هي مالهاش اسم كبير ولا لها اي حاجه يخوفك شويه. انا ممكن يعمل حاجات رخيصه وبتاع وما ي... بس بيبقى في عندكم اشرافات في كل المطاعم، يعني في اشراف عندكم جديد في كل مطعم وزاره الصحه وكل حاجه. احنا عندنا في المطعم بتاعنا 3 دكاتره على الاكل. طيب بالنسبه للكبده يا شيفنا، على قد ما هي بترفع المناعه الايام دي ولها فايده كتيره جدا، على قد ما احنا بنبقى خايفين واحنا رايحين نشتريها مش عارفين المصدر بتاعها. احنا كل حلقه بنتكلم في موضوع الكبده ده. الناس على حسب الكبده جايبها منين؟ الكبده البلدي ولا المصاروح؟ في بلدي اصلا في السوق. في ناس على على حسب الناس اللي ظروفها تعبان. انا انا بتكلم على الناس اللي هي بتبقى ظروفها على قدها. طبعا احنا كلنا بطبيعتنا ناس يعني شوف يجيب حته من مكان معتمد وعليه الترخيص الصحيه بتاعته كويس، واعرف منين البلدي والمستورد. دي نقطه مهمه جدا. انا ك داخله اشتري اعرف منين دي مستورده او دي احنا قلنا بنحط الفص الكبير متعلق. فاكره اللي حط الفص كنت انا بتبقى في الكرتونه مختومه طبعا. انا خدت معلومه معروفه دي بتبقى قوالب كده. ويمكن المحرك فك بيحرك يفرزها
لازم يفعلك في الفرازه، انما البلدي بتنباع فريش ما تباعش في الفرازه. طب انا لما اكون رايحه عايزه اشتري الكبده واقول عايزه اشتري الكبده البرازيلي، اقول له برازيلي فهو يديها لي اي حاجه، ولا انا ببقى عارفاها ليها ريحه معينه زي الكبده الثانيه ولا شكل معين؟ الكبده كلها امريكاني. فيش البرازيلي دي؟ البرازيلي ده ما فيش خالص. كل شيء بصي كل شيء في طريقته. طبعا. يعني ده الواضح. طب انا عايز اسالك سؤال برضو، احنا بنعمل الكبده في البيت دايما، احنا عندنا اولاد كلنا وبيحبوا ياكلوا اكل بره. تمام. سلطه الطحينه. طيب سلطه الطحينه المقادير بتاعتها تكون موجوده دلوقتي. هي مكتوبه حالا على الشاشه. يا رب تكتبوها، هي اللي في بالي، يلا بتبوظوها. ربع كيلو طحينه. بيبوظوها كل مره. 5 كيلو ميه. زبادي. ملح وفلفل اسود. فلفل اسود، ملعقه شطه. كمون. كمون. وخل. طيب المقادير طبعا دي بتاعت الطحينه. سالي انت ما بتعمليش اي حاجه، انت النهارده وظيفتك واقفه. ايدي وجعتني. لا ايدك وجعتك، ده انت يا دوبك قلبتي. انا سايبه البيت وجايه هنا عشان اطبخ كمان. بيقول لك يلا. تحبي تاكلي كبده الطحينه؟ هجيب لك معلقه دقيقه دلوقتي، ما فيش عيش بقى. الطحينه فيها فيتامين A لتقويه المناعه او كده، لان الطحينه اصلا عباره عن سمسم. سمسم، ما هي كلها سمسم. سمسم وزيت. سمسم. وزيت. ليها فايده كويسه برضو طبعا. اكيد طبعا. طيب النهارده طبعا معانا المكرونه نجريسكو، ومعانا البانيه، ومعانا الطحينه، ومعانا الكبده، معانا حاجات كده غير عاديه. الطحينه كده خلاص. والنهارده حلقتنا غير عاديه، حلقه جميله ومميزه طبعا. ب الكاميرا تيجي عليها دلوقتي. طحينه وممكن تحط لها نص ليمونه. طيب احنا هنستخدم الفرن يا شيفنا صح؟ هنحتاج الفرن. طيب يبقى الفرن. احنا محتاجين الفرن. احنا ما عندناش فرن هنا ولا ده الفرن منين؟ ايوه انا جهز حاجه المكرونه عشان ندخلها. ايوه. ولا تديها ليمون بقى في الاخر الكبده. اظن انا بديها ليمون وانا بحطها وانا بقدمها عشان ما يمررش صح ولا هو ما يمررش عشان تشيل الزفاره شويه. انا تدوقيها. والله نفسي بس مش عارفه، خايفه ممكن يبص لك بصه انت حره. شفنا الليمون احطه وانا بقدمه؟ ما احطوش قبلها بفتره؟ قبل ما تشيلها مع النار على طول تحطيه. مش هيمرر كده؟ لا ما مررش. اظن مش هيمررش. لازم تدوقي. الموضوع هيبقى صعب قوي بس يعني. من جميله جدا. مشاهده شاهد من اهلها يا جماعه. الحمد لله. معانا اتصال تاني دلوقتي. معانا هبه. مساء الخير يا هبه. مساء النور يا دكتوره منى، عامله ايه؟ دكتوره منى معاكي بس بتاكل دلوقتي بس. ازيك يا سالي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخيرا حد سلم عليا يا جماعه. بقول لحضرتك انا شفت واحد قصير بس ما اعرفوش. فقال لي خد التليفون الكبير ده. قال لك ايه؟ راح تليفون كبير، اداني تليفون كبير. دخلت معاه شقه كده بس كان الباب ابيض. تمام. فلقيت عمرو يوسف اللي هو الفنان قاعد على مكتب. فقال انا عارفك ان انت بتحفظي القران واللي انت بتتعلمي حفظ القران، وانا فعلا كده يعني. فرحت قلت له بس انا عايزه اتجوز في المنام. عايز تتجوزي؟ وانت اصلا لسه انسه؟ لا انا مطلقه. طيب هتتجوزي؟ حاضر. بصي مبدئيا التليفون الكبير وانك تشوفي حد ممثل او حد معروف على شاشه فهو بيدل على توسيع المجال بتاعك. انت محتاجه ان تحفظي وتحفظي لان هيتفتح لك باب حلو قوي، ربما عريس يشوفك، ربما مجال يتفتح لك، حد ياخد بايدك في مشروع كويس، لان انت ليكي مشروع حلو قوي. يعني انا شايفه خلاص طالما انت نفسك تتجوزي يبقى هتتجوزي ان شاء الله، فربنا يسعدك يا رب العالمين ووسعي المجال بتاعك. ده التليفون الكبير. شكرا لك جدا. سالي انت ممكن تاخدي الحاجات اللي هي البهارات والحاجات دي هنا. انا عايز بس اقول له لون اللحمه حلو. يعني طوصي. لونها بصي لونها عامل ازاي منه، لونها حلو جدا. انا اللحمه جميله جدا. هاتي الحاجات دي هنا عشان اعرف اشوفها. انا شايفه ما شاء الله اللحمه عامله زي الورده المفتحه، فانا عايزه اشوف حته اللحمه دي جايه من اهني حته في الجاموسه كلها. خشي فرق يا جاموسه ولا بقره؟ وش الفخده؟ وش الفخده؟ خلي بالك الناس، انا عندي بنتي اصلا لما بقول لها بتقول لي يا ماما اللحمه، بقول لها بتيجي من الجاموسه او من البقره، بتقول احنا بناكل حيوانات. فده على فكره اولادنا ما بيعرفوش الحاجات دي، يعني اولادنا بياكلوا خلاص، يعني عارفه انت هو الاكل بيتحط قدامهم بياكلوه، مصدره ايه مش مهم. فحته اللحمه دي منين يا شفنا؟ بتقول منين؟ من وش الفخده. من وش الفخده. احنا هنعمل الشاورما دلوقتي، نجهزها. طب كل حتة لحمة في الـ اقول الحيوان ولا الجاموسة طب ولا البقرة؟
المهم احنا بنجيبوا الشكلين ده خلاص. فكرني فيلم الليمبي. هنذبح الحيوان دلوقتي ولا هنعمل ايه؟ طيب ال- 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 كل حته لحمه على حسب الطبخه بتاعتها بتروح تشتريها النوع بتاعها من اي حته من كتف الح- من ال- على حسب ما هتعملي مثلا. على حسب يعني في لحمه ملبسه، في لحمه مش بيسال كده، ما حدش بيروح في لحمه تطلعها بفتيك، في لحمه تطلعها كباب حله، في لحمه العرق الفريتو حاجه جميله برضو، العرق الفريتو جميل. واخد بالك ده من احسن حته في الذبيحه العرق الفريتو. بس ليه حطيت خل على اللحمه؟ عشان تستوي بسرعه؟ لا، ما هي اللحمه الشاورما لازم تحط عليها خل. المكونات عندك هتنزل على الشاشه. في خل لازم، خل اساسي، وبصل وطماطم وفلفل. حطي له كده الحاجات دي ثاني. انا حاسه ان انت مساعده فاشله في الحاجات دي كده كلها. انا ايوه منه، انا هربانه من البيت على فكره. يعني انا هربانه من البيت. تحب اغسل المواعين؟ لا، ما بعد انت كده كده هتسلم المواعين بعد ما نخلص. كده طيب ناخد ولاء. مساء الخير يا ولاء. منورين والله. رب تعالي كوري معانا والله. والله انتوا جوحتونا. اتفضل. متابعانا من اول الحلقه يا ولاء؟ والله انتوا جوحتونا والله. انا مش قادره بقى. كتبتي مقادير الحاجه ولا لا؟ طبعا من ساعه الجاموسه. لا انا مش بصراحه ما كتبتش حاجه، بس متابعه يعني. عندك حلم الاستاذه منى ولا لا؟ لا لا، لو في اي اكله. هي بصي يا ولاء، قبل الحلم نخلينا في الحقيقه الاول. لو عندك اي حاجه عايزه تعرفيها عشان تبسطي بيها جوزك، فرصه الشيف خالد مش هيتعوض، اساليه عليها. مش قادره اقول لك على الريحه عامله ازاي هنا والله. فلو في حاجه انت محتاجه تعرفيها، نوع معين انت مش عارفه تعمليه في البيت، او على طول المكرونه البشاميل معايا بتبقى ناشفه، ما بتبقاش طريه كده زي ما بشوفها. طيب اعرف يعني بتبقى طريه ازاي؟ خلي بالك يا سالة، على فكره والله بتطلع معانا الموضوع ده كلنا كده يا شيف. بيقول لك المكرونه نجاح المكرونه البشاميل، نجاح البشاميل نفسه، لو البشاميل ما اتعملش صح المكرونه تطلع مش كويسه، يبقى العيب في البشاميل. البشاميل لازم ياخد وقت على النار، دقيق قد الزبده في الصفرة. لازم الزبده نيوزيلاند هي اللي بتبقى احلى حاجه بصراحه في البشاميل. وبعدين بتحطيها على النار لمده ربع ساعه مع الدقيق، وتقلبي بالمضرب على نار هاديه. واللبن يكون غالي جنبك، وبعد كده اول ما تحمر كده تخش في وتلاقيها فرولك كده واحمرت، تعرف ان هي استوت البشاميل. لو ما استواش الدقيق كويس تطلع البشاميل مش كويس. وبعد كده بتحط عليها اللبن بيغلي. مكتوبة هي طريقة اللي على الشاشة دلوقتي، الجريسكو بشاميل. انت كده عرفتي ولاء المكرونة ليه بتطلع؟ ان شاء الله هعملها، ان شاء الله بكرة هعملها بكرة كده. وهدي حتة اعملي وهدي حتة. اعزمينا بقى يا ولاء. ماشي، ده انتوا المفروض تعزمونا. تعالي والله تنوري. واهم حاجة الفراخ. بتقطع برضه كرهات دي المكرونه نجرسكو. الشيف اهو سالي فضي الحاجات دي. اقوم انا يا سالي؟ وسع الحاجات دي ايه ده؟ او اشيل ايه؟ طيب قولي لي اعمل ايه. كده شفنا، انا قلت لك اجيب لك مساعد شاطر، هي قالت لا انا متبرعه بالموضوع. هي شاطره بقى. محتاجه الطحينه؟ لا ما خلاص، حاضر ست هنا خلاص اهو. شفتي دي الفراخ بتتقطع اهوت. هي هو الشيف قال ان هي شكل او شبه بالظبط المكرونه اللي هي البشاميل، لكن بتختلف حاجات يعني تكات بسيطه قوي بينها وبين المكرونه اللي بشاميل، عشان الناس بس اللي هي ايه يعني المكرونه الفرن اللي هي باللحمه المفرومه دي بالفراخ اللي هي البشاميل. دي تزيد عنها اللي هي الجبن المشكله والفلفل. واخد بالك؟ بس ده انما هي البشاميل اللي هو بس دي بالشريط تانية بقلم، مكرونه قلم. وفي ناس بتعملها بالسوسته او بال اي نوع مكرونه عندنا صح؟ بس اهله الافضل يا شيفنا اللي هي بتمسك المكرونه بيبقى شكلها حلو كلها متشابكه ببعضها. هي الشريط او الاسباجيتي. ساعه الجوع كله بياكل يا فندم. لا ده في ناس بتبقى بتدقق قوي في الحته دي، يقول لك اقلام ولا مش عارفه ايه ولا مش عارفه ايه، مع ان كلها بتبقى شبه بعضها يعني. بس هقول لك على حاجه، لو انا فرن لما نتكلم في مكرونه فرن يبقى القلم على طول، ما فيهاش كلام. ده بحاجة بتحط ايه دلوقتي يا شيف خالد؟ ده فلفل اسود. ده بالنسبه للتوابل بتاع الشاورما. عايز حاجه من هنا؟ موجوده منى، لقيت لي شلك الحاجات دي. احنا بنعمل الشاورما دلوقتي صح؟ النجرسكو وكده، مش النجرسكو دي شفنا؟ لا ده خلاص النجرسكو احنا هنعملها وندخلها الفرن دلوقتي خلاص. طيب ايه تاني بنعمله؟ بنعمل الشاورما. شاورما اللحم. الشاورما اللحم. شاورما اللحم. يا احنا كده قطعناها اهي وتبيناها، وهنحط لها بقى الزبادي والحاجه بتاعتها. الطريقه على الشاشه هي للساده المشاهدين برضو. ما تيجي نتكلم في الخضار والشيف شغال كده قبل ما يخلص لنا لازم الزبادي ده مهم قوي للشاورما.
ليه بقى يا شيف؟ بيطريها ويخليها حلوه. ده وكمان عشان لما تاكليها كده ما تبقاش فيه حرقان على انت بتاكلي انت الموضوع ده كتير فانت بتحسي دم مش على طول تقولي عندي حرقان يا منى وخدي يا سالي فوار وخدي يا سالي مش عارفه بناكل وخري بالليل ولا وخري ولا مش وخري هي من كتر الاكل في القصه دي فانت لازم تحطي زبادي وتاكلي زبادايه بعد الاكل وما تتكلميش خالص بعد ما تاكلي زبادي خالص. معانا اتصال. طب ناخد الاتصال معانا. وفاء مساء الخير. مساء النور يا فندم. منورين. ربنا يخليك. متابعة الحلقة من أولها ولا لأ؟ لا لسه فاتحة دلوقتي. انت نايمة يا وفاء. طب احنا بنعمل أكلة إيه دلوقتي يا وفاء؟ إيه؟ بنعمل أكلة إيه؟ أنا مش مركزة إلا مع الدكتورة منى عشان عايزة أقول لها حاجة. هي مخصماك. أنت مخصمانة خلاص مش عايزة هي مخصمة. طب معاكي دكتورة منى اتفضلي. مش هتكلم معلش غير مع الأستاذة ملاهي حاضر. معجبينك يا منى. يا معجبينك يا منى. اتفضلي اتفضلي يا وفاء. بصي انا حلمت ان انا قاعده مع والدتي عملنا حتى شباب البحار هي مخلصه عملنا نطه في ودني لقيتها بتطلع حاجات وحشه كده فجاه لقيتها عملت تطلع عدد كتير ودني الشمال من ودنك الشمال فاتفزعت وقالت لي ده ناخدك المستشفى نضف لك ودنك قلت لها ماشي وانا عملت ايه عشان ودني عملت كده زبدوب كتير قوي في تعابين كتير في الطريق مش عارفه تعابين سودا فعملت تقول ان بنت التعبان قلت لها ما تخافيش ده ميتين او ميمين بس وانا نفسي ما فيش تعبان قرصني بس حسيت ان رجلي وجعتني. طيب هي المشكله كلها عندك انت ربنا يحفظك. وانت بتصلي يا وفاء؟ الحمد لله. انتظمي في الصلاه وخلي عندك خشوع في الصلاه مهم جدا وبلاش سرحان واستعذي بالله من الشيطان الرجيم وفي وسواس ماسكك ودايما عندك التردد شديد جدا فعايزين الموضوع بس اقول التفسير بتاعها بس التردد في مواضيع كتيره تخصك بلاشها مش عايزه تاخدي القرار بالراحه مش تقولي وترجعي تقولي وترجعي وتترددي. الكاتشب والمايونيز يا شفنا الناس عايزه تعرف طريقتهم الكاتشب اللي تعمل في البيت. الكاتشب هي عباره عن طماطم طماطم سكر ملح سكر ملح طماطم مستويه قوي يعني ولا اللي هي بتبقى طريه عند الفتح القدري والمفروض تتسلى وتتقشر وتضرب في الخلاط جامد وتسوي جامد على النار وتحط عليها السكر والملح ده وخل بس كده بس لازم تسوي جامد بس على النار تاخد وقت جامد على النار عشان ايه تقصر جامد معاها وتبقى الكاتشب معاها بس برضو يا شيخ ما بتطلعش زي طعم اللي احنا بنشتريه خالص. لا بس كصحي هو اللي تعمل في البيت. ليه يا شيخنا؟ تاني على مواد حافظه وبعدين الطماطم ما تعرفيش بيعملوها ازاي والكلام ده متفعصه الواحد متفعصه تلاقي جايبينها في المصانع بيصوروها وجايبين لك كله وعمال بيفحص فيها. طب هي الطحينه كده خلصت من هنا ولا دي فاضيه ولا فيها حاجه لا سهلة؟ فيها طحينه انا هنعبيها بقى. طيب الفرن جاهز يا شيفنا لو حضرتك هتحط حاجه فيه الفرن الفرن بتاعنا جاهز. الشيف دلوقتي هيروح يحط لنا المكرونه. طب نطلع فاصل تحط نطلع فاصل طيب خلاص نحط المكرونه. اتفضل يا شيفنا حط المكرونه. عايزه كبده تاني او احب اشتغل يلا قول لنا بقى انت كامل تعالى تاكلي بالك اجيب لك الحاله تاكليها دلوقتي كبده يعني ابدا لا 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 هي عايزه تاكل الاكل كله انا عارفه هي اصلا جايه جعانه انا ما اتغديتش بس مش هاكل. لا والله العظيم قولي لي طب فين شيف كانت في عيش معاك هنا بالمره. لا عيش ايه عيش انت روحي تعملي غداوه بوظ لنا وحلقت لك عيش. طيب احنا طبعا احنا طبعا بمناسبه الخضروات الجميله اللي موجوده دي الطبق عامل ازاي الطماطم عامل ايه بس اللون بصي هقول لك التقديم يا منى في الاطباق بتبقى مهم جدا على فكره. والله احنا في زمن ما فيهوش تقديم اللي بيلاقي بياكل تقديم بالنسبه ام محمد. طيب معانا ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي يا ام محمد. معايا حلم يا دكتور. يلا اتفضلي. شفت ان انا راكبه قطر انا واخويا واخويا معاه فلوس انا عايز يقدم على شقه فاتسرقوا منا اللي سرقهم منا ممثل وهو بيغني بس مش فاكره اسمه ايه وبعد كده هو رحنا لقيت ناس في مكان زي سلالم وفي اوض وواحده صاحبه اسمها ايمان فازاي كنا مستنيين حاجه دكتور حاجه زي كده وبعد كده رحت مشيت كان معايا ابني في القطر في بوست الجيتاش قعدت ندور عليه بعدين لقيت ابويا يعني ايه قاعد في عربيه العربيه مش كراسي زي ما تكون سراير بالعرض العربيه كده هو نايم وواحد صاحبه يعني من البلد قاعد معاه واثنين تاني بس مش عارفاهم فسمعت صوت هنقول ايه ده انت يابا انت هنا اقول حط الستاره طيب الناس حط الستاره مفيش ستاره حطوها هنا بس وبعدين صحيت هي وبعدين
بس كده. وفي حلم تاني. طب ناخد ده بس. ده بيدل على فك كرب ان شاء الله وازاله هم باذن المولى عز وجل. فك كرب وازاله هم خاص بيكي انتي. فربنا يصلح حالك يا رب العالمين. الطحينه عامله ايه الطحينه؟ خلي بالك اي حاجه الشيف خالد هيعملها تدوقيها عشان تقوليها بما يرضي الله على الشاشه. انا عايزه معلقه بس. انا سايباكي واقفه تاكلي. انا عايزه معلقه لان الشوكه هتنقط يعني. الازازه دي هاتي الازازه دي كده يا سالي. الله جميله والله زي بره بالظبط نفس طعم بره. كويس طعمها حلو. الطحينه كده يا جماعه عرفنا المقادير بتاعتها مكتوبه عندكم على الشاشه عشان تعرفوا تعملوها. وسالي وسالي قالت لكم ان قالت لكم والله الطعم كويس. انا لسه هشوف. اعمل لك سندوتش واحط لك. ما تعمليش سندوتشات بقى انت ماسكه. فالطعم كويس والطعم جميل. وعلى فكره ممكن يكون اخف كمان من اللي احنا بنشتريها وصحيه اكتر لان الشيف اضاف اليها زيت الزيتون. فدي اضافه جميله. هو اصلا يا شيف الطحينه اللي احنا بنشتريها فيها اصلا زيت زيتون ولا لا؟ في الاصل زيت عادي صح؟ زيت الزيتون غالي فمحدش بيستعمله قوي يعني في الاصل مش موجود. زيت عادي. طب حلو قوي. يبقى احنا اضفنا حاجه مهمه جدا زيت الزيتون. اضافه كويسه للطحينه وشكلها جميله وخفيفه. هي دي طحينه بيضه ولا الزبادي مفتح لون؟ هقول لك يا منى بالليل هكلمك. انا عماله بقول لك ما خدتش بالي انا من الزبادي وهي بتتحط خالص. طب هاتي يا سالي كده الطحينه بقى نحطها هنا عند الطبق بتاع اللحمه ده. معانا اتصال ناخده الاول يا منى. هبه مساء الخير. مساء النور. منى معاكي على طول اهي. منى معاكي على طول. اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره منى كانت اختي شافت حلم خير ان شاء الله. شافت جوز اختي الله يرحمه وشه جميل بتقول وشه جميل قوي ما شاء الله وكده بس عمال يضحك بشكل هي استغربت طريقه ضحكه وحضنها جامد وبعدين دخل على المقابر يعني وهي مشيت. وبعدين شافت جوز اختك؟ جوز اختي ميت هو. تمام. فهي بتقول هو ما شاء الله شكله جميل قوي بس بيضحك ضحك يعني هي مستغربه طريقه ضحكه وحضنها جامد كده وبعدين بتقول دخل على المقابر وهي مشيت. فشافت برضو خالتي برضو ميته الله يرحمها برضو ضحكت لها من بعيد كانها واقفه تدعي قدام اب وضحكت لها من بعيد كده لما شافتها ودخلت برضو المقابر فهي قلقانه من حاضر. الاموات يعني. حاضر حاضر حاضر. شكرا شكرا لاتصالك ودكتوره منى هترد عليك. هم الحمد لله هم في رحمه ونعمه من المولى عز وجل ولكن هم مروا بمتاعب كثيره جدا في حياتهم ف يعني هم محتاجين صدقات ودعوات كثيره جدا تدعوا لهم كثير جدا. المقابر وان هي بتشوف المقابر وكده فهو بيدل على ان انتوا دايما بتقعدوا في ناس في حاله من النفاق والكلام على بعضكم البعض. فهو الاموات بتجي لكم بتقول لكم يعني هي مش مستاهله فكلنا نفوق لانها مرحله وكلنا هننتهي منها. فهي هي نصيحه مش اكتر يعني. فهم بيقولوا لك ان انتم في 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 فرصه دلوقتي ان كل واحد يستغفر ويتوب الى الله في اي حاجه بيعملها مش كويسه. طيب انا بس كان في عندي هنا على التليفون كان في ناس محلفاني على احلام كتيره بس انا مش عارفه طبعا اطلعها خالص يا سالي والله. لكن عايزه اقول الاتصالات بس انا بس علشان الاتصالات انا عايزه اقلل الاتصالات عشان الشيف خالد النهارده الحاجات اللي عاملها كتيره جدا ولا تاخد اكتر من حلقه. ما انت عماله تقولي لي ايه ومش بتعملي اي حاجه. طب اعمل ايه؟ انا بقول لك على الاحلام. انا عايزه اقول لك. طب والله تصدقي بالله شايف انا بيجي لي تليفونات وانا اجي اساعدك. لا ما انا مش شايفه انت بتساعديه خالص يا سامي. لا ما انا باخد الخبره. الخبره يبقى هتاكل الخبره دول هم اللي بياكلوا في الاخر يعني. طب قولي اساعدك في ايه بس عشان خاطري يا جدع اساعدك. انا طالع الخضار بتاعها بصل وفلفل. هو احنا في فواصل ولا مش هناخد؟ طيب فاصل في فاصل ولا مفيش فواصل؟ مفيش فواصل. طيب مفيش. طيب بالنسبه للبصل بس عشان ناس كتير قوي بتسال على البصل في الاحلام. البصل في الاحلام مش حلو حاجه مش محموده مش كويسه. لكن البصل الاخضر حلو. البصل اللي هو اللي فيه الفرع بتاعته الخضراء ده حلو بيدل على صحه البدن. يعني البصل العادي وحش والاخضر هو اللي حلو؟ ده في الحلم. ليه بقى؟ في الحلم. لكن في الاكل حلو. لا في الاكل اللي كان حلوين زي الفل. ده بيدل على الامر المكروه او الامر الخبيث او بيدل على الغيبه والنميمه او على حسب الرؤيه يا جماعه. على حسب الرؤيه بتاعتنا بتبقى فيها تاويل البصل ايه. بس هو عامه في المجمل ان البصل مش حلو في الاحلام. والحاجات الخضراء يا منى. الحاجات الخضراء قولي زي ايه بقى؟ مثلا نقول زي الخيار. الخيار في الاحلام هو بيدل باذن الله على صحه البدن بيدل على صحه العمود الفقري بيدل على في احلام ثانيه بيدل على الاختيارات. ده الخيار. طبعا في برضو انا بتكلم على كل رؤيه بتختلف عن الرؤيه بتاعت اي شخص بيختلف على التاني تماما. عندنا ايه تاني؟ عندنا الفلفل الالوانات برضو بيختلف يعني عندنا الفلفل الاحمر غير الاصفر غير الاخضر.
فهو بيختلف عن كل لون بيختلف عن التاني. فنقول مثلا الفلفل الاحمر في الاحلام ممكن الواحده الست يا سالي بيدل على الفرحه او السعاده او الحاجه اللي هي مبسوطه بها وقتيه. يعني مثلا سالي طالعه مع الشيف خالد وعماله بتطبخ وكده او مش عارفه هي بتعمل ايه بس هي مبسوطه فدي سعاده وقتيه. بتشوف الفلفل الاصفر للواحده الست هو بيدل على ان هي محتاجه تحليل. اللون الاصفر عامه اغلبيته في الاحلام بيدل على الانيميا. لكن تصدقي حلمت فيه امبارح؟ يبقى انت عندك انيميا. ايه وما انت لو عندك انيميا وما طيب شيف خالد نعم مش عارفه شيف خالد خلي بالك بيعمل حاجات واحنا ما نعرفهاش. لا لا اهو طب ناخد اتصال معانا الشيف خالد. اه بيعمل ايه دلوقتي؟ ده الخضار بتاع الشاورما. عملنا الشاورما خلاص هنعمل لها الخضار بتاعها. اه فلفل اخضر واحمر وبصل. ناخد بس الاتصال اللي معانا. معانا طيب ام عبد الله. مساء الخير يا ام عبد الله. مساء النور. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. متابعه الحلقه من اولها ولا لا؟ قبل ما اديكي دكتوره منى. من طبعا. اه لا انا عايزاكي تسالي الشيف خالد سؤال. يعني انا نفسي النهارده يا جماعه والله هو النهارده عندنا الشيف خالد على بعضه كده حاجه دسمه جميله وعنده معلومات عن الطبخ جميله جدا. فانا عايزاكم اي واحده ست احنا طبعا اغلبيتنا خايبين. انا واحده من الناس مش بعرف اطبخ قد كده خالص. لا اكلك حلو يا منى. انت بترمي بقى ان انا اعزم. انا ما بعزمش. هي فين ام عبد الله؟ عايز تسالي الشيف سؤال قبل ما تقولي حلو. انا عايزه اسال على الدكتوره منى بس. عيب عليك يا بنت. طيب يلا انا هسال انا الشيف. يلا اتفضل. هو انا شفت ان انا فوق الدور الثالث يعني. والدي يعني جاب وعمتي قاعده جنبيه وانا قاعده على اخر البيت يعني. فانا زي ما كنت ابني جنبه هيزوجني فانا خايف ازوجني. وبعدين فجأة لقيت نفسي تحت داخلة الباب لقيت رملة قدام الباب. اه وبنكنس ننظف العفش منها والحاجات الوحشة من فوق الرملة بالمكنسة. اه وبعدين الباب خبط فنفتح لقيت واحد اسمه آدم بيسأل على أبويا يعني. قلت له بتحط دخلت المندرة. بس اسمه أدهم؟ آدم. آدم. اه هو انت اصلا بتتفزعي يعني؟ انت لما تكوني قاعدة لوحدك بتتفزعي او جاية تنامي بيحصل لك عملية رعشة في جسمك اصلا؟ لا 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 لا. طيب ما فيش اي حد من في بيتك بيحصل له الحركه دي؟ من ايه؟ حد في بيتك بيحصل له الحركه دي؟ الحركه دي حد بيحصل له؟ طيب اسالي اساله واطمئني على عيالك وعايزه رؤيه شرعيه في البيت. شكرا ليكي جدا. بقلب حلو. هنوقف بقى يعني بقلب كويس ارفع في التقليب. الكبده النص سوا يا شيفنا صحيه ام لا؟ اللي هي البلدي بس. البلدي البلدي بس. اه البلدي بتنفع نص. لكن المجمده لا؟ المجمده صعبة. طب ليه بقى المجمده لا؟ يعني بتبقى الدسم بتاعها مش كويس لان هي ديت بزيتها ان هي فريش كده. أوه. البلدي. اه في ناس بتاكلها نيه كمان. بس ما شاء الله الشيف النهارده اكل القناه كلها. انا اللي عامله الشاورما دلوقتي. لا وفي حد صاحبنا كمان واسس على الكبده. ان شاء الله هتاكله النهارده بألف هنا وشفا. فالكبده اه والله لا لا ما شاء الله عليه يعني ربنا يصلح له حاله يا رب العالمين. انا اهم حاجه عندي في الاكل اللي بيحصل ده كله يا سالي النظافه. فشيف خالد ما شاء الله عليه انا شايفه التقوى وشايفه الضمير وفي الحاجه اللي بيعملها بيعملها بحب وبنظافه. اه والله فربنا يصلح حالك يا رب. اكيد اهم حاجه تحب الحاجه اللي بتعمليها تطلع معاك كويسه. طيب احنا قلنا ان الكبده نطلعها نص سوا ممكن وتتاكل. ده في ناس بتاكلها نيه كمان. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت اللي هي اعتقد زمان الكلام ده بتذبحي ايه لما بتذبحوا فعلا؟ بنذبح ايه؟ عجل او خروف. لا عجل او خروف يعني موجود. ده دخيله قوي. انا رحت على الجاموس على طول. هناخد وش الايه؟ وش الجاموس. الشيف في حاجات في الفرن. اه طيب الشيف دلوقتي كلمنا وقال لنا ان احنا ممكن الكبده يا جماعه نص سوا اللي هي بتبقى البلدي اللي هي مش نص سوا لازم تقل. طب ما كده مش فايدتها شفنا بتختفي عن اكتر الفيتامينات اللي فيها والحاجات اللي فيها بتختفي لو استوت جامد؟ ما هي يعني بس مش زي البلدي يعني. يعني طبعا يعني أي تقصد انها تبقى صحيه اكتر؟ اه يعني هي ما تستويش قوي. اه فعلا اي حاجه ما تستويش قوي. خد وقت الشاورما رايحه جايه الشاورما كويسه. احنا جايبينها نبدا الدول الشاورما استوت ولا لا؟ اه خلاص يعني انا اللي عامله لك على فكره يا سالي دلوقتي راح تشوف الشاورما. اه طيب ناخد هاجر عبد المسال تدوق الشاورما. مساء الخير يا هاجر. لا عقبال لما تدوقي هتدوقيها انت بقى. ده انا اللي هتكلم. مساء الخير يا هاجر. لا انا سالي مش منى دلوقتي يا هاجر. ازيك عامله ايه؟ والله مش عايزه. ايوه ازي حضرتك وانا بتكلم عليك يا استاذه سالي. ازيك؟ اهلا بيك يا سالي. اخيرا انا هفصل لكم احلام يا جماعه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. انت معانا من اول الحلقه ولا لا؟ دوتيها؟ اه من اول الحلقه. طب قولي لي احنا دلوقتي بنعمل ايه؟
الكبده والشاورما. دلوقتي احنا في مرحله الشاورما. تسال سؤال بقى يخص الاكل، حاجه ما تعرفش تعملها. عايزه تسالي الشيف خالد على حاجه معينه قبل ما، طبعا هتسالي منى ده اساسي، بس قبل منى هتسالي الشيف خالد حاجه معينه. هي دايما اللازانيا لما بعملها بتطلع مني برضو ناشفه. ايه دي اللازانيا والصوص؟ اللازانيا والصوص بتاعها بيبقى ناشف، ما بيبقاش مع اني انا بحط صوص بشاميل كتير، بس اول ما بدخلها الفرن بتبقى ناشفه. بتحط لها جبنه؟ بحط لها جبنه موتزاريلا. المفروض انت بكل طبقه بتعمليها لازم ترش فيها جبنه وترش فيها بشاميل، ما تحطهاش على بعضيها، لازم تاخد كل طبقه تاخد الصوص معاكي، صوص احمر. انا مش بسلقها، انا بحطها نيه، مش بسلق المكرونه. لا لازم تسلقيها. ايه يا هبه بتعمليها نيه ازاي يا هبه؟ انا بحطها يعني بجيبها، انا شفت قبل كده الشيف كان عاملها نيه فكنت بحطها نيه، مش بحطها هي بتطلع مستويه معايا بس ناشفه. لا الشيف يقول لك لازم تسلقيها الاول. لازم تسلقيها نص سلقه، وبعد كده وانت بترصيها لازم تحطي كل طبقه عليها صوص ابيض وصوص احمر وجبنه، ده هتخليها معاكي كويسه. انت كده عرفتي يا سالي. احنا على فكره انا شايفينه كنت بتاكلي وشايفين الحركات دي كلها، فانت هتقولي دلوقتي فسري يا منى وخلي بالك وانت رايحه على ال. طيب هبه لسه معانا ولا قفلت؟ طب شكرا لاتصالك يا هبه. طيب بص ما شاء الله، والله والله بجد الاكل اقسم بالله انا دقته دلوقتي والله نفس اللي احنا بنشتريه من بره. طيب هنخرج فاصل سريع جدا وهنرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في حلقه منا والناس، ورجعنا ان احنا نقدم تاني بقيه الحلقه بتاعتنا، نتكلم عن الكبده الاسكندراني والشاورما، بس المره دي منا النجار قامت بنفسها تقوم تساعدنا بقى. يلا يا منا. شيف منا بعد طبعا ما شاء الله عليه، انا قمت وقلت انا جايه جنبك يا سالو جنب شيفنا الجميل الخدوم الراجل المحترم علشان بس اشوف الحاجه وهي بتتعمل، لان مش عارفه سالي عماله تروح تاكل وعماله تجيب وتودي وكده. فاحنا خلصنا الكبده وخلصنا الشاورما والسندوتشات، الشيف هيظبطها لنا دلوقتي وهيقدمها لنا، وما شاء الله الطحينه شكلها رائعه وجميله. طبعا لسه ما دقتهاش ولا اعرف طعمها، لكن هعرفه دلوقتي علشان احكم لكم برده، عشان انا ايه بحب ان انا ابقى عارفه الحاجه قبل ما اتكلم فيها. طيب عايزين، في ناس كتير قوي بتشوف الكبده في الاحلام، فعايزه تشوف نشوف ايه الكبده في الاحلام، هل الكبده في الاحلام تختلف من حلم لحلم برضو؟ فالكبده في الاحلام بيدل على المال يا جماعه وبيدل على الفلوس، او على حسب لون الكبده. لو نيه فهي بيدل على المال اللي جاي وجاي بكثره، لو مستويه فهو بيدل على المال الموجود هيتم صرفه او كده في حاجات، يعني ايه، في حاجات معينه، مش في اي حاجه، بيبقى اصحاب الشأن عارفينها. يعني دلوقتي الكبده اهيت، ده طبقي الكبده بتتعمل، الطبق ده كله بتاعك، وتقول لي بعمل دايت كبده ولا هصدق موضوع الدايت ده بعد كده. لا والله قص النص. طب المكرونه هي ما استوتش؟ محمد الطبق اهو لو حاجه عايزه مكرونه خلاص طبعا يعني. لا خلي بالك، عايزه اقول لك ورا الكاميرا الناس قاعده مستنيه الاكل على فكره. يعني ده يا جماعه اللي احنا بنشتريه اصلا من المحلات اهوت، انتوا شايفين الساندوتش اهوت ده ما شاء الله، بصي حجمه كبير كمان. ده اللي احنا بنشتريه، و الشاورما وادي الشاورما كمان، وكلها معموله حاجات صحيه ومعموله بايدينا وفي البيت، وزي ما اولادنا طبعا بيحبوا يشتروها من بره علشان الشكليات وكده طبعا، والكاتشب موجود وكل حاجه موجوده، والطحينه. تحب اطلع لك الطحينه هنا فوق تبقى قدامك برضو اهي؟ اتفضل سالي. طلعت له الطحينه طلعت له الطحينه كلها، عملت انجاز. يبقى احنا معانا دلوقتي هنحط الخضار. حياه من دي احط لك ازوق ولا بنزوق؟ هنزوق بقى في ده، هنحط الشاورما هنا. على فكره الاستاذ التزويق اكل، لكن ما اعرفش اطبخ والله بجد. لا بتطبخي حلو. لا بزوق، بحب احط الحاجات في الاخر اللي هي التكات ديت، فبس في الاخر على فكره ممكن نبقى عاملين مكرونه بقى، نعمل مكرونه بالكبده، يعني عارفه ان ناخد نفسها اكلات كده او بالشاورما. او بالشاورما بس كل حاجه بتتاكل، كل حاجه بتتاكل، يعني كل حاجه حلوه بتتاكل وما شاء الله اهوت. طريقه التقديم الكبده بس عايزه مفيش طبق يا سالي، احط في الطبق هناك اهوت، نحط في فين الطبق؟ موجود عند الشيف هناك اهوت. هحطها في واحد اصغر شويه ولا ايه؟ ده كويس ان مفيش حط، كنت بتيجي تغسلي مواعين. ده انا هخليك خدي الايه؟ عاوز رغيف؟ بقول لك عاوز رغيف. والله لو في حط كنت بتيجي تغسلي مواعين من بره يا سالي. لا هو انت طلعتي ده ليه؟ انت اللي طلعتي على فكره. مش عاوز خديه.
انا هحط الطبق. بصي طريقه التقديم منه فعلا. عايزه اقول لك على حاجه، العين بتاكل قبل ما احنا ناكل على فكره. والله احنا عايزين ناكل والعين بعدين. انتوا جعانين. ادي الكبده وادي الشاورما والطحينه والسندوتشات بتتعمل بشكل جميل لذيذ، حتى زي ما هما بيقولوا العين بتاكل الاول. كان المكرونه فين؟ وفي الاخر كلهم موجوده في الفرن. عايزين برضو المكرونه تتحط، وبرضو كان فيها المفروض عصير يا شيفنا ان احنا موجود. انا ممكن اخرط لك، هنعمل عصير كوكتيل. عايز اخرط لك الفلفل الخراطه معاك. اشيل الطحينه. طيب الاطباق طبعا اهم حاجه. العين اللي بتاكل. حاضر يا استاذ محمد. حاضر يا استاذ محمد اهو. حاضر. فالعين اللي بتاكل يعني طبعا نظبط المطبخ بتاعنا، دايما المطبخ يبقى شكله حلو عشان نفسنا نتفتح واحنا عمالين بنطبخ. على فكره نفس ما بنعمل في بيتنا، بتلاقي الدنيا كلها اما باجي اعمل اي حاجه كده. تمام كده تمام يا استاذ محمد. استاذ محمد كده تمام. الـ محمد. كل حاجه قدام الكاميرا تمام. والله عايزين انت مشكله. طيب اهو تاكلي فراوله؟ اتفضل. ما اكلتيش فراوله؟ لا ما هنعمل عصير. لسه هنعمل عصير؟ خلاص كتير كمان. شفنا ان المكرونه بعد اذنك نشوفها كده اهي قدام الساده المشاهدين. كل الاطباق اهي. هو هي الطوميه. احنا لسه ما كلمناش. والله هاكل بس احنا السندوتشات دي خلي بالك بتاعتنا. ادي ال دي احنا ملهاش لازمه. هاتيها اشيلها. دي التوميه. مفيش عندنا التوميه. لا خلاص كده مش مشكله كده كفايه. بصي اصل كل حاجه محطوطه خلاص. لا كنت الطبق ده اللي هنفضي ونحط تاني منه اهو قدامنا اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. ادي المكرونه وجمال المكرونه النجرسكو. حضرتك ممكن تقطعها برده كده. حته كده ماما. طب الطبق اهوت ما شاء الله. وهي سري خلاص. ما انا اللي عليا الدور. انا اخد الحته بتاعتي ما شاء الله. طبعا هو في ناس يا جماعه لما بتقطع المكرونه يا سالي بتقول المكرونه بتفك منها، صح يا شيخ؟ انا كنت عايز اساله ده السؤال. فبتفك منها. فاحنا بطبيعتنا لازم تخلطيها وانت بتقلبيها، تحط لها شويه بشاميل. قبل ما اقلع غير البشاميل اللي على الوش. نعمل ايه ثاني يا شيخ؟ حط بشاميل في الخلطه. هو ده اللي بيمسكها غير البشاميل اللي على الوش. لا بس مش المفروض تبرد شويه ولا نسيبها عادي وهي سخنه كده نقطع على طول؟ لا ما هي واخده حقها كويس مظبوطه. هي مش فيهاش اي حاجه. والله كانت في يلا الله الله يعني مساها بالخير. واحده بتقول لك لازم تحطها في الثلاجه، وطالعه من الثلاجه عشان تعرفي تقطعيها. ونجوع امتى؟ احنا جعانين. تطلعي بعد ما تطلع من الثلاجه. عادي احنا الشعب المصري عندنا بيقول اقتراحات كده من نفسه. لا ما هي اصلا بتبقى المفروض تهدى شويه يعني. بصي مش عايزه اطلع لانها هي اصلا ساحه، تبقى ساحه على بعضها. طب سالي هاتي لي الحاجات اللي هناك. حضرتك عايز الفلفل ولا حاجه؟ الالوانات؟ لا هي طول ما انا واقفه لازم منها هتقعد تشغل. حاضر يا بنت اهو يا حبيبتي. انت كده زي هايدي. هايدي طول ما هي قاعده كده بقى اشغلها اهو. ادي ال وجايبه لي كله. والله العظيم سالي ده انت الزمان يا سالي جوزك بيشتكي منك. والله العظيم بصي بيموت في اكلي. اشك والله. الله بصي انا هاخده الياسر للعشاء. ما شاء الله ما شاء الله. ادي المكرونه يا جماعه. طبعا هنحط هنسيب لكم اصلا ادي كل الاطباق اللي احنا عملناها النهارده قدام الساده المشاهدين. بتعملي كده يا منى الرشه دي؟ بتقولي بقى بنعمل ايه يا سالي؟ بتعملي الرشات الاخيره دي بعد الاكل ولا لا؟ على فكره انا بحب الذوق اصلا في الاكل جدا، يعني انا في الاخر ممكن ازوق بقى الحاجات الحاجات الجميله دي. انت حطيت العيش لما سيحت الكيس. بصوا يا جماعه اللي انا شاطره في البيت عشان حاجه بتتحرق ما اعرفش منين. حاطه الكيسه بتاعت العيش على لحد ما سيحتها. ادي الاكل اللي احنا بنشتريه من بره. الاكل اللي احنا بنشتريه من بره اتعمل واتعمل سهل وجميل وخفيف واتعمل بنظافه وبصحه، يعني بشكل صحي اكثر عشان خاطر ولادنا طبعا، وعلشان انتوا عارفين طبعا الامراض الكثيره اللي بتبقى حوالينا دي، فده ما احنا نخاف على. دي التوميه على فكره. طب شفنا بس سريعه هتقول لهم بس التوميه دي بتتعمل ازاي عشان تتكتب المقادير برضو. مكتوبه المقادير هي نشا على بتتحط في ميه سخنه بتغلي وبعد كده يبرد وبعد كده تضربيه في الخلاط مع مايونيز وزبادي وتوم
وملح ليمون. الاطباق. طب ثواني شيف خالد، لما انا هعمل النشا على ميه سخنه مش هن... مش هي... هيجمد مع بعضه؟ لا ما تضربي المره على طول. عايزه الشاورما بس جنب المكرونه يا سالي الشاورما. اه الاطباق كلها تبقى جنب بعضها عشان الناس تشوفها كده تبقى نفسها مفتوحه. خلوهم كلهم جنب بعضهم. اكله خفيفه صحيه جميله لذيذه، شاورما كبده مكرونه نجرسكو. هي طبعا كل ده بيزود الوزن الا الكبده، ولا الكبده براه عشان فيها سمنه وزيت بتزود؟ لا لا عامه بصوا بيزود بيزود. اكل كله صحي. حاضر يا محمد. اكل كله صحي ولذيذ وخفيف طبعا مع شيفنا شيف خالد رضوان، ربنا يبارك له رب العالمين. نفسه في الاكل حلو قوي، ريحه الاكل طالعه جميله، كل حاجه صحيه. اللي بنشتريه من بره يا جماعه وبنبقى خايفين منه، اولادنا بيحبوه، احنا كلنا بنحب الاكل الجاهز. احنا ممكن نعمله في البيت ونعمله بشكل جميل ولذيذ زي ما انتم شايفين. انا دقته طبعا سالي، ربنا يبارك لها رب دوقته لي، حاجه جميله وعظيمه. شفنا تحب تقول ايه للناس اللي بتشتري اكل كتير من بره؟ مش اي حتى يشتروا منها اكل، لازم يكون مكان كويس ومضمون ومطعم مشهور او اي حاجه، ويكون اهم حاجه فيه نظافه. وطبعا موضوع المهنه ديت اهم حاجه فيها الضمير، الشيف يكون عنده ضمير يطلع الحاجه كويسه ونظيفه وبشكل حلو وبنظافه كويسه، دي اهم حاجه. وان شاء الله انا حضرتك شفت لحضرتك حاجات برضو الاسماك بحريه وحاجات وجمبري وكده. فان شاء الله الشيف هيوعدنا ان يطلع معنا حلقه نعمل جمبري واستاكوزا وحاجات. حلقه اكلات بحريه الفتره المره الجايه ان شاء الله. المفروض الشيف يعتبر الحاجه اللي هو بيعملها هياكلها لعياله قبل اي حد، فبذلك يعني ايه، فبيقدر يخلي تمام فيها الحاجه فيها بضمير وبنظافه كويسه. ربنا يستخدمك ولا يستبدلك ابدا يا شيخنا ان شاء الله. وشيفنا طبعا طبعا انا بقول شيخنا قبل شيفنا، لان طبعا اهم حاجه التقوى والخوف على الحاجه. فهل في وقت صغير نعمل؟ ما فيش عندنا وقت خلاص. طبعا مثلا في فراوله اهيت ان شاء الله ما حدش ياكلها. الله كنا طبعا هنعمل حاجه جميله. هنعمل حاجه جميله طبعا، ولادنا اللي ما بياكلوش فاكهه معينه وكده، فاحنا ممكن نعمل لهم تشكيله سلطه جميله خفيفه كده بالفواكه عشان ياكلها. بس طبعا اي سلطه مقطعه ومعاها العصير بتاعها تبقى كويسه. وقتنا خدنا بسرعه. سالي تحب تقولي كلمه قبل ما تاكلي؟ لا بصي انا هقول لك على حاجه، اهم حاجه النفس فعلا زي ما شيف خالد قال، واهم حاجه ان احنا نحاول نعمل اكل في البيت برده الفتره اللي جايه عشان خاطر الفيروسات والامراض زي ما بيقولوا، او نلاقي المكان الصح. صحيح. وعلى وعد من الشيف خالد ان شاء الله انا هيكون معانا اكتر من حلقه المره الجايه اسماك بحريه ان شاء الله. استنونا. فاتفضلي يا سالي بقى اختم مع حبايبنا اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا علينا. نورتنا يا شيف خالد النهارده، وكانت حلقه بجد مميزه منا طبعا صاحبه البرنامج. لا البرنامج طبعا كل حد بيطلع في البرنامج ده صاحبه، والشيف خالد النهارده هو نجم الحلقه بتاعتنا والله. سالي طبعا مش هشكر فيك، انت مستنيه اشكر؟ انا مش هشكر طبعا، دي معايا صاحبه البرنامج. وانا سعيد اني كنت معاكم ان شاء الله النهارده. ربنا يوفقك يا رب العالمين، ويا رب نكون النهارده افدناكم ونكون النهارده حاجه كويسه وحاجه خفيفه ولذيذه على الجميع يا رب. هاتي يا سالي كده الاطباق دي بعد اذنك كده، علشان هو محمد لخبطنا. طيب شكرا لكل الناس اللي اتواصلت معايا النهارده، والناس اللي ما عرفتش تتواصل ان شاء الله من خلال الصفحه او الحلقه الجايه، وبنحاول ناخد حلقات ثانيه لتفسير الاحلام. شكرا لكل المشاهدين دلوقتي. شكرا ليكم ولحضراتكم، انتظرونا في حلقات قادمه ومنا والناس.